اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. طبعا زي ما عودتكم اسرار الحياه من 3 سنين والسنه الرابعه على كل مفيد وكل جديد. النهارده موضوع حلقتنا بيمس شويه اللي هو باشمهندس اللي لسه حديث التخرج او اللي لسه بيدرس. معانا معاكم باشمهندس محمود عبد الحليم، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. طبعا احنا في البدايه عاوزين حضرتك تعرف نفسك اكتر وتعرف المعهد. أنا اسمي محمود عبد الحليم، أنا مهندس مدني خريج هندسة عين شمس، أنا خبرة 17 سنة. بدأت شغلي في شركات المقاولات، تدرجت فيها شركات كبيرة في مصر. تمام، حلو جدا. لحد دلوقتي يعني وصلت لشركة شركة اسمها شركة أتريم كواليتي كونتراكتور اللي هي أحد شركات طلعت مصطفى. بدأت موضوع شركة أو يعني معهد مصر للحصر والاستثمار، تأسيس المعهد بدأت تأسيس المعهد دوت. يعني هي الفكرة بدأت الحقيقة من سنتين تقريبا. حلو جدا. يعني وبدأت بداية يعني لطيفة جدا. يعني طبعا يا باشمهندس بنلاقي ان الدراسة حاجة والعمل حاجة تانية خالص، وده مش معناه ان الدراسة ملهاش لازمة، لا هي ليها لازمة وهي العامل الأساسي، ولكن لما باجي انزل على ارض الواقع بلاقي ان انا درسته حاجه تانية غير اللي انا هبتدي ان انا اكمله او اعمله. فازاي التعامل ما بينك وما بين الباشمهندس اللي لسه حديث التخرج؟ دي حقيقه فعلا. احنا يعني بتلاقيه هو حافظ، يعني احنا فعلا بنواجهنا الاول ما تخرجنا والمهندسين برضه متخرجين دلوقتي بيواجهوا الموضوع دوت كتير، ان الكليه بتعلم طريقه تفكير وبتعلم طبعا اساسيات. تمام. ولكن الحياه العمليه بتختلف شويه في كل مكان. وده اللي احنا بنحاول في المعهد ان احنا نحاول نغطيه، لان المجال بتاعنا مش بيتدرس في كليات. اكيد. في مع ان بره مصر يعني في انجلترا مثلا وفي الهند في كليات للمجال بتاعنا دوت. تمام. ودي فكره المعهد المصري للحصر والمصالحات، ان احنا بنحاول نوجد زي مكان يغطي او معهد يغطي النقطه ديت، من حيث ان احنا يعني يبقى مكان الناس تعرف تتعلم فيه المجال اكتر، مهندسين يعرفوا يتعلموا فيه عنه، ويبقى مكان يقدروا يرجعوا له فيه، يبقى مرجع للمهندسين في المجال دوت. تمام. لان هو مجال مطلوب، ومش مطلوب في مصر بس، مطلوب كمان بره مصر فعلا. لان احنا برضو زي ما بنقول الدراسه حاجه والعملي حاجه تانية خالص. دي حقيقه. طب انا كباشمهندس لسه متخرج وجاي لحضرتك حافظ لي كام كلمه واقول لك انا فاهم كل حاجه، طب تعالى انزل على ارض الواقع هتلاقيني مش فاهم حاجه. فبتعمل ايه، او ايه اول نصيحه بتقدمها للباشمهندس اللي لسه حديث التخرج وحابب ان هو يقدم في معهد حضرتك؟ اول حاجه انا يعني بعرفه ان اللي انت عارفه دوت دي اساسيات وهتنفعك طبعا، بس مجرد ما هو يبتدي يعني يتعرض لمشاريع في الواقع هو بيعرف وبيشوف ان الواقع غير مختلف، ويبتدي هو يلمس احتياجه لان هو يتعلم حاجات جديده. ولذلك المهندس اللي هو بيكتفي بالبكالوريوس بس بيحس نفسه ان هو غريب وسط باقي المهندسين. تمام. وتلاقي كتير قوي المهندسين دلوقتي بيدوروا على كورسات وبيدوروا على شهادات سواء بره مصر او جوه مصر عشان يبتدوا يحسنوا نفسهم ويعني يبقوا منافسين في سوق العمل. تمام. احنا لو نتكلم برضو عن الهندسه، هو كل يوم جديد وابتكارات جديده وحاجات كتيره جدا، فعايزين خطوه خطوه يتعلموا. في نفس الوقت انا درست حاجه حافظها، فمش هقدر ان انا اتعلم كل يوم حاجه، او عقلي مش هستوعب كل يوم اضافه جديده او معلومه جديده. فانا كان باشمهندس صغير دلوقتي جيت لحضرتك وعاوز ان انا ابتدي معاك خطوه خطوه، هل بتنزلني على ارض الواقع ولا بيبقى تدريس؟ الاثنين. الاثنين، دراسه ونزول على ارض الواقع. ليه بقى؟ لان التعليم لوحده او الدراسه لوحدها مش كفايه. فعلا. وان الواحد لما ياخد الناحيه الاكاديميه وياخد الناحيه العمليه الموضوع بيبقى ثابت اكتر، وبيحس المهندس بفايدته اكتر. اكيد. وبيفيد الشركه اللي هو فيه اكتر، وده طبعا بيميز حضرتك. ان احنا بنحاول نخلي المهندسين يفيدوا شركاتهم اكتر. طب حلو جدا. ويبقوا اقوياء في سوق العمل. ممتاز. فاللي احنا بنقدمه دوت هيفيد المهندسين وهيفيد الشركات. تمام. يعني احنا مش بنتكلم عن حديث التخرج فقط لا غير، ده احنا بنتكلم عن المهندسين على عامه. طبعا. لان مش كل اللي بيدخلوا المجال بتاعنا حديث التخرج. تمام. لا، في ناس بيبقوا مثلا عاوزين يعملوا شيفت كارير ما بين، اصل احنا الهندسه عندنا فروع. تمام. فالهندسة
انا بس مش عاوز اتقرر، مش عاوز اتخصص في موضوع الهندسه قوي، انا عايز اتكلم برضه في المشروع كمشروع. طب خلينا نرجع للمشروع، ولكن ناخد مداخله تليفونيه من باشمهندسه رنا. الو. الو، اهلا وسهلا بيكي يا باشمهندسه. اهلا بحضرتك. طبعا احنا معانا باشمهندس محمود، عاوزينك تكلمينا عن التعامل كان ازاي. طبعا باشمهندس محمود غني عن التعريف، وبصراحه انا استفدت جدا 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 من التعامل معاه، لان هو بيركز على الحاجات اللي بتفيد المهندس لما ينزل الشغل. لانه يعني الاكاديميك ستادي عموما حاجه، والسكيلز اللي بيكتسبها المهندس علشان يعرف يتعامل مع الناس حاجه ثانيه خالص. فهو بيهتم اكتر بفكره تطبيق المعلومه، لانه كل المهندسين ممكن ياخدوا المعلومه، بس مش اي مهندس يعرف يطبقها صح في الوقت الصح بالمكان الصح بالطريقه الصح. اكيد، وعشان كده الباشمهندس بينزلكم على ارض الواقع. طبعا طبعا، وده بالحقيقه انعكس علينا احنا في مجال العمل لما اشتغلنا في الشركات، وبدات اشوف الحاجات اللي هو كان بيتكلم عنها بقت اوريدي مترجمه لواقع او مشاكل او حاجات معينه، وبنبدا نترجم بقى كل الحاجات اللي اتقالت لنا ونعالج بيها كل المشاكل دي. فدي بصراحه اكتر حاجه انا استفدتها منه يعني. طبعا ده ممتاز، وده اللي بيميز الباشمهندس عن غيره. طبعا طبعا، بنشكر حضرتك على المداخله الجميله. معلش فاصل بسيط، نرجع لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، ولسه مكملين في حلقتنا. طبعا باشمهندس كنت بتكلمني قبل ما نطلع الفاصل عن المشروع، عايزين تكلمنا اكتر عن مشروع حضرتك. كنت عايز اقول لحضرتك على بدايه المشروع، اقول لك هي بدا بدايه لطيفه كده، ان انا يعني اكتشفت في نفسي موهبه ان انا بعرف اوصل معلومه، واللطيف في البدايه ديت ان اكتشفتها عن طريق ولادي. طب حلو جدا. ان انا بذاكر لاولادي، لان مش كله بيعرف يوصل المعلومه. فهم يمكن كان ليهم يعني فضل غير مباشر بعد ربنا ان انا اكتشف في نفسي الموضوع دوت. تمام. وبعدين بدات ان انا يعني اقول طب انا يعني دلوقتي خبره كبيره الحمد لله، وممكن استغل الموهبه ديت في ان انا اوصل المعلومه للناس. تمام. بدات بالتيم عندي في الشغل، وبعدين قلت طب ليه ما اعملش توسعه، يعني اوسع الموضوع دوت لباقي الناس. يعني اول ما بدات قلت اجرب في التيم اللي عندي. طب حلو، عشان صابت بس اكيد صابت الحمد لله. لا، والحقيقه هم ساعدوني والشركه بتاعتي ساعدتني. تمام. لما انا عرضت عليهم ان انا اعرض يعني اساعد المتدربين اللي بيجوا للشركه، وهم الحقيقه ساعدوني وشجعوني في حاجه زي كده. تمام. وبعدين قلت طب انا اوسع بقى الدايره، وان انا احاول يعني افيد الناس، خصوصا ان انا لما باجي اقابل مهندسين بيجوا يعني يعملوا انترفيوهات وكده، بشوف ان هم محتاجين لحاجات معينه. تمام. ببقى عايز اوصل المعلومه للناس ديت، فقلت خلاص يبقى دي فرصه ان انا انشئ الكيان دوت. حلو قوي. حتى يعني قدوه بكيانات تانية بره مصر، يعني في حاجه اسمها الاي سي اي والاي اي اي، في يعني اي سي اي ده في انجلترا والاي اي اي ده في امريكا، ومنظمات تانية كتير، او يعني هيئات او مؤسسات تانية كتير. تمام. هندسيه هي بتعمل زي نوع من توحيد للعقود وتعليم وحاجات كده، فقلت طب ليه لا، طب ما انا ممكن اعمل كده. تمام. وانا كمان يعني انا طموحي ان انا ابتدي اكتسب خبرات الناس اللي هنا في مصر، واقول لهم تعالوا ونعرض الكلام دوت، ان احنا يعني نحاول نجمع خبرات الناس ديت ونكبر الكيان، ونفيد المهندسين، نفيد الشركات، نفيد البلد، لان احنا كل ما يعني كل ما الكوادر ديت تبقى يعني على مستوى أكيد معين، كل ما يكون على مستوى الباشمهندس هيحقق نجاح كتير جدا. طبعا اكيد. طبعا. اكيد. طب احنا عندنا صور يا ريت لو يعرضوها معانا، وكنا برضو عاوزين نتكلم عن طريقه معامله حضرتك مع الباشمهندس، بيتعاملوا ازاي؟ هل اونلاين ولا بيجي مقر المعهد ولا يبقى بتعملوا ازاي؟ والله احنا حاليا شغالين اونلاين. تمام. وده توفيرا للوقت والمجهود بتاع المهندسين، لان طبعا الدنيا بتبقى يعني الواحد وقته بيبقى ضيق. تمام. ولكن بعد كده ان شاء الله لما يبقى يعني يمكن قدام في مرحله جايه هنشتغل باذن الله في الحضوري باذن الله. حلو جدا، هيبقى برضو في تفاعلات احسن واكتر. احنا معانا طبعا صور لحضرتك موجوده على الشاشه، يا ريت لو تتكلمينا عنها شويه. يعني انا كنت ده في احد المحاضرات اللي انا كنت بعملها، ان دوت بعرف المهندسين انواع العقود اللي بتحكم المشاريع. طب
حلو. لان اي مشروع لازم بيبقى في بيترتب عليه التزامات طبعا من والالتزامات الطرفين. طبعا والالتزامات ديت بتبقى ملزمه للطرفين. فلازم يعرف المهندس انهي العقد اللي هو تمام. شغال فيه هو تحت انهي قانون. حلو. فدي كبدايه كده انترودكشن ان هو يعرف انواع القوانين اللي بتطبق في مصر عن العقود الاعمال المدنيه اللي موجوده في ممتاز في مصر. طب هناخد مداخله تليفونيه. باشمهندس مينا. الو. ايوه باشمهندس مينا، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا فندم؟ طبعا معانا باشمهندس محمود، عاوزين يعني تكلمنا اكتر عن التعامل كان ازاي ما بينكم وما بين بعض. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا باشمهندس مينا، ازيك؟ ده حضرتك عامل ايه؟ لا والله، هو المهندس محمود كان كنا بنتعامل مع بعض يعني اكننا اخوات، اكتر من ان هو كان محاضر، واكتر من انه كان يعني ملقن بمعنى بكل المعاني. يعني المهندس محمود المواد او التوتوريالز اللي كان بيديها كانت دسمه جدا، فادتني حتى في شغلي اللي انا شغال فيه دلوقتي. طب حلو جدا، ممتاز. خدت معلومه فوق المعلومات اللي حضرتك كنت بتكتسبها اساسا. طبعا. تمام. طبعا بنشكر حضرتك على المداخله الجميله دي يا فندم، شكرا لحضرتك. حلو جدا الباشمهندس يبتدي ان هو ياخد كورسات، ما يكتفيش بالهندسه او انا درست حاجه وخلاص انا كده بقيت باشمهندس وفل الفل، فهنزل على ارض الواقع واعمل اللي انا درسته. لا، بيبتدوا يشتغلوا على نفسهم وياخدوا كورسات. حضرتك بتقولي الفتره اللي جايه ان شاء الله هتشتغل على الشغل اونلاين او الشغل موجود في المعهد، الحضور بمعنى اصح. طب دي حاجه حلوه. هل بتلاقي تفاعلات كتير جدا في الشغل اونلاين؟ كده تدريس اونلاين. والله هو تدريس الاونلاين كمبدا هو يعني منتشر جدا وسط المهندسين. تمام. فاحنا فعلا بنلاقي الحمد لله ناس بتطلب. اصل احنا دايما بنقول ان مش هقول طالب، ان الشخص لازم يتواصل مع الشخص، يعني ما بيننا وما بين بعض التواصل على طول، مفيش حاجه بتمنعنا. لاني انا من طريق حضرتك ممكن افتكر المعلومه، او افتكر حضرتك قلت لي هنا اعمل ايه كام سنتي، او هنا هعمل ايه بالظبط، كل ده. فبتفضل او بترجح شغل اونلاين ولا الحضور؟ لا، انا لو رجحت هرجع الحضور. الحضور. الحضور افضل. لان الحضور بيبقى فيه يعني انت بتشوف المحاضر قدامك، وبتبقى فيه نوع من يعني الاي كونتاكت ما بينك وبينه، فطبعا افضل. ولكن الاونلاين ميزته في توفير الوقت والمجهود. بوفر وقت. بالظبط. طب احنا عندنا برضو صور تانية يا ريت نعقب عليها، موجوده معانا ما شاء الله، يعني بتدرس لباشمهندسين كبار. خلينا نعقب على الصور الموجوده دي. في احد المحاضرات كنت انا بعرف المهندس ان معنى ايه، معناها كلمه كوانت سيرفينج. احنا ايجيبشن انستيتيوت اوف كوانتيتي سيرفينج. يعني ايه كلمه كوانت سيرفينج؟ ده انا اللي بعرفه فيها. حلو جدا. فبعرفها له كنوع كبروسيس. تمام. دي بقى صور، دي حاجه بعتز بيها جدا، لان ده تفويض من المهندس عمر عزام اللي هو مدير اداره العقود في مكتب دار الهندسه. ده مكتب كبير، ده بيت خبره. طبعا. انا كنت استاذنته في ان انا اشرح الكتاب بتاعه، وهو مشكورا يعني دعمني وقال لي اتفضل تشرح الكتاب. فدي انا بحتفظ بيها الحقيقه. طب ممتاز. دي حاجه، دي بقى برضو من ضمن المحاضرات، ان دي بعرف المهندس ايه الهيكل الاداري للمشروع. تمام. لان اي مهندس موجود في مشروع لازم يكون عارف الادارات اللي حواليه وبيتعامل معاها ازاي. تمام. ونوع العلاقه ما بينه وما بينها، لان المهندس مش محطوط في صحراء في هو في المشروع، لا ده موجود وفي تكامل ما بينه وما بين الادارات. اكيد. فانت المهندس ده بيدخل له انبوت مدخلات، وبيخرج منه اوتبوت بتروح لادارات تانية. تمام. فلازم لما يكون عارف هو بيخرج شغل بيروح لمين، ومحتاج يخرجه ازاي، في انهي صوره، يعني وبانهي دقه. حلو قوي. تشرح له خطوه خطوه. طبعا. طب خلينا برضو نتكلم عن جانب العقود. حضرتك قلت لي بعرف ان الباشمهندس ايه اللي لازم يعمله وايه اللي عليه وايه اللي ليه. طب دي حاجه ممتازه جدا. هل كل بند بتشرحه بالتفصيل ولا بتعرفه كله على بعضه؟ في البدايه بدي اوفر فيو او انترودكشن، مقدمه. لان كاي علم له في البدايه له تفاصيل وله يعني مختصرات او مقدمه ليه. تمام. فانا بدي الاول مقدمه، بعرفه العلم ده عامة بيتكلم عن ايه، بعرفه المصطلحات الأساسية لازم يكون عارفها. تمام.
تمام. فلما يجي يدخل صناعه زي دي يكون معناها ايه، خصوصا ان احنا دلوقتي يعني كتر الكلام في المصطلحات ديت، وبقت الناس تقول فيها او المهندسين حتى بيقولوا فيها يعني معاني مش صح. تمام. يعني خرجت عن معناها الحقيقي، فبالتالي انا بجيب له المعنى الحقيقي للمصطلحات ديت وبعرفه هي اصلها ايه. تمام. وبعد ما ادخل، بعد ما اخلص معاه المقدمه ببتدي ادخل معاه بقى في التفاصيل. طب حلو جدا، هناخد بس مداخله تليفونيه، مداخلات حضرتك كتير النهارده. باشمهندس كريم، الو. الو، مساء الخير يا فندم. فنور. طبعا معانا باشمهندس محمود، واكيد حضرتك استفدت منه كتير جدا، فعاوزين نعرف حضرتك استفدت فيه، يعني استفدت ايه مع حضرتك؟ الحقيقه باشمهندس محمود عرفنا على الجوب ديسكريبشن بتاع الكيو اف، عرفنا ايه الانبوتس وايه الاوتبوتس بتاعت الوظيفه دي. حلو جدا. يعني استفاد معانا في شرح جميع مهام الكيو اف في المشروع سواء بري كونتراكت او بوست كونتراكت. تمام. كمان ما اقتصرش بس على الموضوع ده، اي كانت السكيلز مساعده كان بيتطرق ليها وكان بيستوفي ايه الاحتياجات بتاعتها. الحقيقه استفدنا منه جدا في الكورس ده، وادينا امثله عمليه، حتى طريقه طرح المعلومه ما كانتش طريقه فيها رتابه او على قد الكونتنت، بس كان يعني بيدينا زي تاسكس كده نسعى في ان احنا نعرف ايه الاسئله دي. و ممتاز جدا. بيعرف حضرتك خطوه خطوه كل حاجه. تمام يا فندم، مش فاكر الخط قطع. عموما خلينا برضو نتكلم عن معهد حضرتك. عشان تاسس الباشمهندس، ايه الاسس اللي لازم يكون عليها الباشمهندس، او ايه اللي بتطلبه من الباشمهندس ان هو لازم يعمله؟ الاسس ان هو لازم يكون عارفها، اولا ان هو يعرف يقرا لوحه، وده طبيعي اي مهندس بيخرج من الكليه بيعرف يقرا لوحه، ده في البدايه. تمام. يبقى عارف الاساسيات العاديه اللي هو للوحات، ان هو مثلا انا مش عايز بقى اتكلم في حاجات متخصصه قوي عشان الناس ما تحسش ان هو حلقه متخصصه، ولكن بوجه عام. تمام. الحاجات اللي بيخرج منها اللي بياخدها في الكليه هي دي الاساسيات اللي هو محتاج يعرفها. تمام. فبالتالي مش بيلاقي صعوبه ان هو يبتدي يدخل في الـ في الـ ياخد الكورسات بتاعتنا. حلو جدا. والكورسات بتاعتنا مش كيو اس بس، هي كيو اس وعقود، وان شاء الله يعني هنتوسع في كورسات تانية للمهندسين باذن الله. خليني برضو اتكلم عن الكورس، بيكون مدته قد ايه، او شهر شهرين ثلاث شهور؟ هو احنا عندنا الراوند الجاي دوت ان شاء الله هو 6 اسابيع. حلو. يعني شهر ونص. تمام. دوت في الكيو اس، بعد كده ان شاء الله هيبقى في راوند تاني في العقود. تمام. وبعد كده ان شاء الله هنتوسع تاني في مجالات اخرى وبرامج تانية في الهندسه باذن الله. ممتاز جدا. برضو حضرتك بتلاقي ان الباشمهندس بيستوعب من اول معلومه، ولا بتلاقي صعوبه؟ مش زي بعض الحقيقه. مش كله زي بعض، يعني اللي قريب من المجال هتلاقيه بيستوعب بسرعه. اللي بعيد شويه عن المجال ممكن هيحتاج ان انا اقول له باك جراوند كده شويه عشان يبقى يبتدي يعرف هو الموضوع يعني اساسه ايه. تمام. خلينا برضو نتكلم عن معهد حضرتك، نفسك يكون ازاي في المستقبل؟ بصي بقى حضرتك، يعني انا دلوقتي يعني انا ليا في المعهد ده طموح. الطموح دوت متعلق بالمعهد ومتعلق بالمهندسين ومتعلق حتى بالشركات. تمام. المعهد انا زي ما قلت لحضرتك، انا يعني اللي انا عاوزه ان انا ابتدي اكتسب خبرات الناس اللي نفسها تفيد المهندسين وتكبر. تمام. الصناعه بتاعتنا والمجال بتاعنا كيعمل نوع من حاجه اسمها ستاندردايزيشن، اللي هو توحيد طرق القياس، وده برضو زي ما بقول لحضرتك اسوه بالمؤسسات العالميه. تمام. يعني حاجه زي الفيدك، هو ده بدا في سنه 57، بدا بثلاث مؤسسات بس او في ثلاث دول، وبعد كده توسع لحد ما وصل 99 دوله، يمكن اكتر من كده. فده ليه ما نبداش بحاجه زي كده. وحد العقود، وبقى هو حاجه معترف بيها حتى في عقود البنك الدولي. طب احنا ليه ما نوحدش، ليه ما نعملش عقد موحد لمصر؟ تمام. ليه ما نعملش حاجه زي كده؟ وده مش عشان محمود، ده علشان الشركات اللي بتشتغل، يبقى ده حاجه مفيده للشركات طبعا، وده حاجه مفيده لصناعه التشييد في مصر، بالاضافه ان لما يبقى حاجه موحده موجوده في يعني عقد موحد وطرق قياس موحده موجوده في مصر، المهندسين يقدروا يتدربوا عليها.
فبالتالي يبقى احسن للمهندسين كمان. عشان كده بقول لحضرتك انا طموحي للمهندسين وللشركات وحتى لصناعه التشييد في مصر، عشان لما نزل باشمهندس في الموقع يقدر ان هو يكون قده، مش مجرد حد نزلته مش قد المسؤوليه او قد الكفاءه. دي حاجه. والحاجه الثانيه ان كل المهندسين يكونوا بيتكلموا لغه واحده، لان هيبقى المعلومات موحده. موحده فلازم كله يكون واحد. بالظبط. تمام. روح الفريق دي اهم حاجه، فحضرتك بتنصحهم بايه برضو؟ انا بنصحهم ان اول حاجه ما يهملوش اي نصيحه في البدايه. تمام. يعني في لما واحد يبتدي اي مشروع، لو حب يعني هبتدي مثلا هتكلم على اي اي كيو اس كمشروع مش كهندسه. تمام. اولا انت لو انت شايف في نفسك ان انت عندك امكانيات معينه استغلها. تمام. يعني ما تهملهاش، وشوف نقط القوه اللي عندك وابتدي اشتغل عليها. ولو في اي نصيحه جات لك يا ريت تحاول ما تهملهاش، تعمل بيها وتحاول بعد كده يعني تجتهد، لان الموضوع مش سهل. اكيد لازم تشتغل على نفسك، مش مجرد تدرس وتاخد كام كورس وخلاص كده، لا اشتغل على نفسك، والموضوع عايز اجتهاد وبحث. تمام. طبعا حلقتنا ما شاء الله جرت في ثواني، فعايزين حضرتك كلمه شكر في السريع كده. والله انا بشكر طبعا كل من كان له فضل عليا، في يعني المهندس عمر عزام والدكتوره سلوى فوزي لان هم طبعا يعني اصحاب فضل عليا في الحاجات اللي اتعلمتها منهم، وبشكر شركتي شركه اتريوم، وبشكر والدي ووالدتي لان هم اللي وصلوني للي انا فيه دوت، واسرتي وعيلتي واولادي كل الناس اللي هم ليهم فضل عليا. طبعا واحنا بنشكر حضرتك افدتنا وافدت الباشمهندسين واللي لسه بيتخرجوا كمان، وان شاء الله لنا حلقات كتير جدا مع بعض. وبشكر حضرتك طبعا على الفرصه الجميله دي وجودك معانا في برنامج اسرار الحياه. الف شكر يا فندم. استنونا في كل جديد من برنامجكم اسرار الحياه.